السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وجوابا على سؤالك الفقهي، الوضوء هل لي أن أتوضأ ألا أتكلم؟ هو من الأدب، من الأدب أنني إذا توضعت لا أتكلم، لأن الوضوء عبادة. لكن إذا وقع وتكلمت فلا حرج، لا حرج في ذلك، وإن كان مخلا بالأدب. نعم، إذا ناداني أحدهم أو طلب مني شيئا وكلمته هذا لا ينقض الوضوء، بخلاف الصلاة. الصلاة إن تكلمت أثناء الصلاة هذا مخل بالصلاة وتفسد، لأن الصلاة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الوضوء، يعني لا يمكن أن أصلي بغير وضوء، إذا لم أكن متوضئا الصلاة غير مقبولة. فالمفتاح هو الوضوء، وتحريمها التكبير. لما أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام كل شيء علي حرام، لا يمكن أتكلم ولا أن أشاهد شيئا معينا هنا أو هناك إلا ما وقع بخطفة البصر، فعلي كل شيء علي محرم حتى أتم الصلاة. وتحليلها التسليم، لما أسلم أكون قد تحللت. فالوضوء لا بأس إن تكلم الإنسان فلا حرج عليه، وإن كان مخلا بالأدب، كما هو شأن الطواف. الطواف حول الكعبة، الطواف هو صلاة، لكنه استثني أنه يتكلم أثناء الطواف، لأن الطواف طويل. هناك من يستغرق طوافه ساعة أو ساعتين، سبعة أشواط طويلة جدا، وازدحام واكتظاظ، وعليه أن يكثر من ذكر الله. فإذا تكلم مع رفيقه فلا بأس، باستثناء أن يكون الكلام في أمور حسنة ولا يبالغ في الكلام، وإلا قد تجاوز آداب الطواف ورغم أنه يتكلم. فلنحرص أن الوضوء عبادة، وينبغي فيه أن نذكر الله عند الوضوء، نسمي الله تعالى. إذا غسلنا أيدينا نستحضر بأن أيدينا ارتكبت جريمة أو جنحة أو خطيئة، فبالغسل ربنا يغفر لنا، في آخر قطرة يخرج مع آخر ذنب. إذا قمت بالمضمضة لعل لساني تكلم بالنميمة والغيبة والبهتان، لعلني إن تمضمضت غفر الله لي ذلك الأمر. الاستنشاق كذلك، لما أمسح أذناي لعلني سمعت أشياء محرمة، لما أغسل وجهي قدماي أيضا لعلي بطشت بهما هنا وهناك. أستحضر عند الوضوء، هو عبادة، أستحضر بأنني أقوم بغسل هذه الأعضاء وهذه الجوارح التي قد ترتكب خطايا ومحرمات، الوضوء يغفرها. بآخر قطرة من الوضوء يخرج آخر ذنب، وحينما أنتهي أحرص على أن أقول الذكر المعهود والمأثور، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قالها فتح الله له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما شاء. فلنحرص أيها الأحباب الكرام عند وضوئنا أننا نستعمل الإخلاص والخشوع، لأن أول الخشوع في الصلاة يبدأ من الوضوء. إذا سألت إنسان يقول لك أنا لا أخشع في الصلاة، أقول له لقد جاء العطب من الوضوء، يقول لك خرج ميل من الخيمة. يعني أن الذي يخشع في وضوئه حري به أن يخشع في صلاته. ومن كان قلبه غافلا أثناء الوضوء فطبعا غالب الظن أنه لن يستطيع أن يخشع في صلاته. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أخي لالا أمينة، كتب الله تعالى يحفظنا ولدتها والعائلة ديالها والحباب ديالها، اللهم احفظهم جميعا بالسبع المتاني وبالقرآن العظيم وأقر بهم العيون، اللهم اجمع شملهم وحقق رجاءهم وبلغ مقصودهم، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايره من الحاج؟ حياك الله سي جواد، الله يبارك فيك مولاي. لاباس عليك؟ بخير، أعزك الله وحفظك الله ورعاك الله. الحمد لله على السلامة ديالك يا سيد الحاج، بارك الله اللي رجعتينا سلام وجاب ربي من عند الشفاء يا سيد الحاج. الحمد لله، ربي هو الشافي والعافي وعلى كل شيء قدير.
من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب. المهم سيد الحاج انا فهمتيني نقدم لك الناس فهمتيني يعني اللي كيشكروك وفهمتيني اللي كيدعوا معاك. عندك سميره سيدي سليمان، عندك فهمتيني اختها خديجه، عندك مريم الشيشاوان، عندك الوازنه، عندك فهمتيني يعني هذيك ظاهره خوها الزوين، عندك نعيمه الدار البيضاء، عندك خونا عبد النور اعز انسان عندنا هو سي عبد النور اللي كيجمع معنا بالدعاء وكيقدموا لك التحيه وكيشكرك بزاف. واستاذه نزهه حتى هي من اسفي، وخويا هذاك كمال، وخويا اخته فاطمه، هادم كلهم كيقدموا كي كي التحيه وكيطلبوا لك الله الشفاء والعافيه سيد الحاج. بارك الله فيك اخويا، شكر الله في التجاوب، شكر الله لكم. خويا عبد النور كيشكرك بزاف سيد الحاج، وانسان طيب السيد سي عبد النور من طنجه. يعني بصراحه الله عليك انسان عبد النور، يعني انا واخا نشكرو انسان نشكرو بزاف، والشكر ديالو بصراحه الله يعني قليل في سي عبد النور. ما شاء الله هادو الاخوان كلهم مكفوفين، هادو كلهم كنا مكفوفين. ويعني استاذ الوازنه حتى هي بصراحه الله يعني حتى هي كتشكرك اسيد الحاج. ومن يعني واحد السؤال صغير استاذ الحاج، يعني قال لك دابا ملي كتلقانا كنتوضا وكتلقانا كنهضروا، نعم، واش هذا فيه شي ذنب ولا لا؟ انك تلقانا كنهادي. وعندي واحد السؤال اخر استاذ الحاج، واحد السيده فهمتيني يعني مينا من قنيطره بغاتك تدعي معاها على ولدها فهمتيني مسكين هذه راه عامين ما شافته، وكنت دعوا معها فهمتيني يبرد لها النار ديالها مسكينه حتى هي. يا ربي يا كريم باذن الله، يا ربي يا كريم، ونطلب لك الشفاء والعافيه سيد الحاج. شكرا لك سميره مهم راه فهمتي هي كتشكرك بزاف. شكرا سيد الحاج، والله يرحم الوالدين، الله يجزيك بخير. جزاك الله الف خير اخي جواد، جزاك الله الف خير. بارك الله فيك. هاد الناس كلهم اللي ذكرهم سي جواد، هادو كلهم شباب وشابات ورجال ونساء من ابناء المغرب، كلهم مكفوفين ومكفوفات، هم اصدقاء الاذاعه وناس طيبون، اجتمعوا عن طريق دي جروب، عن مجموعات، عن طريق الواتساب، وكيبقوا دائما يتواصل بعضهم ببعض ويتبادلون اشياء مختلفه. منهم من يعلمهم القرآن، ومنهم من يعلمهم الأعمال الاجتماعية، ومنهم من يصبرهم على البلاء. هم مجموعة كبيرة من طنجة إلى شفشاون إلى وزان إلى الحسيمة إلى أهلي إلى القناطرة إلى الرباط إلى تمارة إلى الدار البيضاء إلى ورزازات وغيرها من الأماكن البعيدة. كلهم صاروا مجموعة واحدة متحابة في الله، وهذو العلاقة فيما بينهم ليست علاقة أنساب ولا أصهار ولا تجارة ولا مربحة، هي علاقة حب في الله. وهؤلاء الناس شعروا أو لم يشعروا فقد فازوا ورب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الفائزين السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يوم القيامة البعث والنشور يحكي ربنا عز وجل أن السماء والشمس تدنو من الرقاب مقدار شبر، الشمس اللي هي بعيدة منا بآلاف الكيلومترات تقترب من الرؤوس بمقدار شبر، ويكون هناك العرق الشديد والعطش الشديد، والناس يبحثون عن الظل، ليس هناك ظل، لا شجر ولا حجر ولا مرتفع ولا منخفض، ظل لم ترى عيونهم مثله قط، فينظرون فإذا هو عرش الرحمن. فيقول ربنا عز وجل من كان من هذه الصفة السبع فليأتي ليستظل تحت ظل عرشي. من هم هؤلاء الصفة السبع؟ شاب نشأ في عبادة الله، وملك عادل، ورجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. الشاهد عندنا رجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، واحد مجموعة دي الناس داروا واحد العلاقة ودية، ليس بينهم أصهار ولا أنساب، ما هم ما دون منسوبية ولا زواج ولا أي ولا تجارة ولا مصالح مادية، وإنما اجتمعوا لله. هذه الأسماء كلهم المذكورة هذو كلهم ناس مكفوفين اجتمعوا على القرآن وعلى الذكر وعلى العمل الصالح.
فهنيئا لهم، هنيئا لهم إن شاء الله تعالى يفوزون بهذه الكرامة أنهم يستظلون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. شكرا لك أخي جواد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.